سلام، مرحبا بكم معنا في حصة جملوكي، وصفة طبيعية 100%. الوصفة تاع اليوم هي محاربة القمل. نعرفوا بلي رانا في موسم الاصطياف والدراري يروحوا ليكولوني، يخرجوا للبحر وتوقع عدوى. واش لازم لنا لهذه الوصفة؟ لازم لنا زيت اليانسون وزيت لافاند. وقتاش نستعملوهم هاد الزيوت؟ نبداو بزيت اليانسون، تحكمي الشعر تاع الطفل ديالك، تعاوني روحك بهاد البخاخة، ديري فيها زيت اليانسون وتشخشخيلو كامل شعرو بهذيك الزيت، تخليها واحد زوج سوايع. ومن بعد تحكمي مشط كيما هذا، سنانو ضيقين، تكرطيلو كامل شعرو. ومن بعد دوشيلو بشامبوان عادي، تقدري ديري هاد لابليكاسيون حتى زوج خطرات في السمانه. وقتاش نزيدو نستعملو الزيت تاع لا لافوند؟ كي يكون رايح للمسيد ولا خارج لبرا ولا يروح للبحر ولا، ديرو زوج قطرات مرودنيه، قطره منا وقطره منا من زيت لا لافوند. علاش؟ نعرفوا بلي زيت لا لافوند وزيت اليانسون هاد زوج زيوت ما يحملهمش القمل. الى هنا تنتهي الوصفه الطبيعيه ديالنا، نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.